متمدرسو الجنوب والهضاب العليا يستفيدون من حافلة النقل المدرسي بمجموع 2000 حافلة نقل. توزيع هذه الحافلات الأولى لهذه السنة 1500 حافلة مدرسية سوف تكون لبلديات جنوب البلاد وبلديات الهضاب العليا كأولوية، لأن ظروف تمدرس بعض أبنائنا في بعض البلديات تستحق أو هذه الأولوية. توزيع حافلات النقل المدرسي ستتم على مراحل، حيث ستسلم 539 حافلة في أكتوبر المقبل و420 حافلة في نوفمبر، لتختتم في شهر ديسمبر بتوزيع 300 حافلة. أتمنى أن يعتني السادة الرؤساء المجالس الشعبية البلدية بهذه الإمكانيات الكبيرة التي وضعت تحت تصرفهم. نتمنى أن تكون لهذه التعليمات أو تجسد هذه التعليمات ميدانية. دونك يدخل في سياستنا والإجراء التوزيع الحافلات تدخل في إطار الإجراء اللي هي ترافق عملية التعليم والتعلم. وفي الأخير كشف وزير الداخلية أنه بعد رفع التجميد عن 1200 مشروع في قطاع التربية، انطلقت المشاريع في عدد معتبر من الابتدائيات المتوسطات وحتى الثانويات.